مواجهات واشتباكات غير مسبوقة تلك التي شهدتها مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية في الأيام الأخيرة، طرفاها المواطنون والمسلحون من جهة والأجهزة الأمنية من جهة ثانية. أما الخلفية فهي اعتقال ناشطين بأوامر إسرائيلية أعطيت للسلطة كما يقال. يجري هذا في وقت يتزايد فيه نشاط المسلحين في نابلس ممن خططوا ونفذوا عملية ضد إسرائيل. هذه الظاهرة العسكرية بين أبنائها ليست جديدة بل مألوفة، وتولدت نتيجة تراكمات مرت بها نابلس، مدينة الإكناف النابلسية والبندقية. ما الذي يميزها عن غيرها؟ وهل أضحت تشكل معادلة جديدة تؤرق السلطة الفلسطينية وإسرائيل كشقيقتها وجارتها في الجغرافيا والكفاح جنين؟ لا تسخر أي مدينة فلسطينية بما تسخر به نابلس، فهي نتاج تفاصيل متداخلة من التاريخ والأحداث والفكر والثقافة كفسيفساء سباستيا وغيرها من الآثار الرومانية الموجودة فيها. تتواجد على واد ممتد بين جبلي عبال وجرزيم. نواتها الأولى والمعروفة بشكيم أقيمت في تل بلاطة أيام بلاد كنعان ولاحقا مملكة إسرائيل التي جعلتها عاصمة لها، ويؤمن اليهود إلى اليوم أن قبر النبي يوسف موجود فيها. على مر السنين قبل الميلاد تغير شعبها، ملمحها وموقعها كما فعل الرومان الذين نقلوها وأطلقوا عليها اسم نيابوليس، ومنه جاء نابلس. بعد الميلاد تعقبت عليها أشكال الحكم الإسلامي من الخلافة الراشدة إلى الدولة العثمانية التي أتبعت مديرية نابلس لإقليم دمشق، ثم جاء البريطانيون ومن بعدهم الإسرائيليون عام 67. سكنها المسلمون والمسيحيون واليهود والسامريون. أنجبت الشاعر إبراهيم طوقان والمفكر القومي محمد دروزي والأديب وائل زعيتر، وشغل العشرات من أبنائها فيما مضى مناصب عليا في الأردن والجمهورية العربية المتحدة. اليوم تعد من أكبر المدن الفلسطينية مساحة وعددا وعاصمة للتجارة. في كنفها تتواجد مخيمات بلاطة وعسكر والعين، جميع ما سبق شكل الحضينة المثلى للتنظيمات المسلحة، سواء تلك التابعة للأجهزة الأمنية الفلسطينية أو لفتح ومجموعتها الفهد الأسود أو لحماس والجهاد وغيرها. تنظيمات لعبت دورا في الانتفاضتين الأولى والثانية والاجتياح عام 2002، وهي أجيالها الصاعدة تنشط مجدداً منطلقةً من شوارع المدينة وزقاق بلدتها القديمة، مشكلةً تهديداً أمنياً لإسرائيل وقلقاً للسلطة الفلسطينية. والأيام الأخيرة شهدت مواجهةً غير مألوفة بين هذه التنظيمات والسلطة على خلفية اعتقال ناشطين من حركة حماس. حول هذا الموضوع ينضم إلينا السيد أورن بيطون المحلل الأمني والضابط السابق في وحدة المستعربين بحرس الحدود الإسرائيلي، بالإضافة إلى السيد سامر سنجلاوي رئيس صندوق عمال القدس والناشط في حركة فتح. لابد أن نمر ولو بعجال على تاريخ المدينة والذي يوضح تفاصيل ما نشاهده اليوم. سيد سامر، هذه المدينة التي تعرف بجبل النار من أيام أحرق الجبل أمام قوات نابليون مرورا بصدور النداء للثورة الفلسطينية عام 36 منها، هذا كيف بشكل أو بآخر أثر وصقل ما نشاهده اليوم؟ أخي بشار، دعني أتحدث عن التغييرات السيكولوجية والاجتماعية الكبيرة التي مر بها الشعب الفلسطيني بشكل عام وسكان نابلس بالتحديد خلال 30 سنة الماضية. وأريد أن أتحدث عن مثال، وهو مثلا لو أخذنا لواء طلال دوكات الذي يشغل الآن منصب الناطق باسم القوات الأمنية الفلسطينية، الذي أصدر أول تصريح عقب مقتل مواطن فرنسي يعيش، حيث كان للأسف تصريحه مشابه جدا لتصريح الناطق العسكري باسم الجيش الإسرائيلي بعد مقتل مواطن شيرين أبو عاقلة، حيث أن قال ظروف مقتل المواطن ستتضح قريبة، ولم يتحمل المسؤولية ولم يلقي اللوم أو يأخذ المسؤولية على عاتق الأمن، مع أنه مطلق المال كان عنصر فلسطيني. طلال دوكات نفسه قبل 30 عام في عام 92 هو كان من القيادات الطلابية التي حاصرها الجيش الإسرائيلي في جامعة النجاح، كان ذلك في صيف عام 92، وأنا أذكر أني كنت مع الأخ فيصل حسيني خارج الجامعة ضمن المفاوضات التي جرت لحل هذه الأزمة، حيث انتهت بفك الحصار بعد 4 أيام وبعد 6 من قيادات الطلاب.
طلال دويكات قبل 30 عام هو ليس نفس طلال دويكات اليوم، اللواء الذي يدافع ويحاول أن يبرر جريمة قتل مواطن فلسطيني. هذه تغييرات كبيرة أعطت بثقلها على المجتمع في نابلس. لاحظنا مثلا أن الشهيد إبراهيم النابلسي والده هو من القيادات الأمنية الموجود. أتقصد سيد سامر، كانت هناك حالة مواجهة لإسرائيل ثم مررنا بحالة السلطة والتعامل مع إسرائيل ونعود مرة أخرى إلى حالة الصدام مع إسرائيل، ولكن في اختلاف. الآن الجيل الشاب في نابلس، الجيل الشاب في الشارع الفلسطيني بشكل عام، بدأ يتلمس أن السلطة الوطنية أصبحت ذراع للاحتلال، أنه عليه أن يتخلص من هذه السلطة الوطنية إذا أراد، لأنها هي السلطة تقف الآن عائق تحول دون تحقيق أي تقدم في حياة هؤلاء الشباب الفلسطينيين. الجيل الشاب اللي من عمر 18 لغاية 25 أو 30 سنة، هؤلاء بدأ لديهم نزعات فردية يريدون أن يحققوا ذاتهم من خلال تطوير المجتمع. ذابت هذه الخيوط التي تفصل بين الانتماءات الأيديولوجية المختلفة، لذلك ترى في نابلس مثلا تم تشكيل أو في نابلس صحيح تم تشكيل الكتيبة تلو الكتيبة. طيب سأعود لك سيد سامر، دعني أعطي الفرصة لسيد أورين. سيد أورين، عندما نتحدث عن نابلس ما الذي يميزها عن غيرها؟ عندما نتحدث عن هذه التنظيمات المسلحة، أين تتركز؟ من الأكثر نشاطا فيها وما إلى ذلك؟ مساء الخير. بداية أعرف نابلس من النشاط الذي قمت به. تواجدت كثيرا في الميدان، في المخيمات، في بلاطة، في عسكر ألف وعسكر باء، وفي كل المنطقة تواجدت في أزقة هذه المنطقة على طولها وعرضها في نابلس. أعرف مطاعم نابلس و نشاط المدينة التجارية من حيث الحوانيت والمواطنين، وأعرف الأجواء جيدة. أستطيع أن أقول لك أن نابلس التي عرفته حتى اتفاقية أوسلو تغيرت بعد اتفاقية أوسلو، حينما حولت المنطقة إلى منطقة ألف تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، حينما خرجت أجهزة الأمن الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي الذي حصل هو ومع دخول الإنترنت ومن ثم موقع التواصل الاجتماعي التيك توك والفيسبوك والإنستغرام، كل هذا مع عدم سيطرة للسلطة الفلسطينية لسلطة أبو مازن في هذه الحالة، جعل بأن هؤلاء الشبان وهؤلاء الفتية بدل من أن يذهبوا إلى المدارس والدراسة وتطوير وثقل ثقافتهم وتعليمهم، يتم تحريضهم في مواقع التواصل الاجتماعي، وهؤلاء الفتية يختارون طريق الإرهاب. سيد دورن، قبل سوكشل تخروت. هناك اليوم بين منافسة بين جنين ونابلس، أين يوجد أكثر مسلحون وأين يقومون بعمليات أكثر ضد إسرائيل وضد المدنيين، وهذا مؤسف. في الفترة التي خدمت فيها هناك في الانتفاضة الأولى وحتى اليوم هذا لا ينتهي، دائما كانت هناك شكاوي ضد إسرائيل والجيش الإسرائيلي. اليوم الشكاوي هي ضد السلطة الفلسطينية وضد الشرطة الفلسطينية ودائرة الدماء مستمرة. طيب سأعود لك سيد أورين، ألم يسأم الفلسطينيين من حجم الإرهابيين هناك والانتحاريين ويطلقون عليهم شهداء؟ دعني أعطي الفرصة للسيد سامر، الحب ونبذ العنف. نعم لا أعرف إن كان يسمعني سيد أورين. يجب عليهم أن يربوا أبنائهم على هذه الطريقة. سيد سامر، لا نريد أن نتغاضى عن فكرة التقسيمات في البنية
الجغرافية والطبقية والتضاريسية لنابلس، هناك المدينة، هناك البلدة القديمة، وهناك المخيم. كيف أثر هذا على النشاط المسلح الفلسطيني بالنظر إلى أن البلدة القديمة وإلى حد ما أكبر المخيمات لعبت دورا أكبر في هذا العمل المسلح وفي بروز كتائب شهداء الأقصى؟ التحليل الذي سمعته قبل قليل هو تحليل سطحي، دائما يلقى اللوم على الفلسطينيين، يلقى اللوم على الجهة التي يقع بها. أنا واحد من الناس كنت في سن 15 عندما بدأت الانتفاضة الأولى، وأعرف كيف تختمر شخصية المقاوم في داخل الشاب الفلسطيني بما توفره له الظروف المحيطة. الشاب الفلسطيني الآن في نابلس، الشاب الفلسطيني في جنين، في كل مكان في الضفة الغربية، بكل الأحداث المحيطة فيه، عندما يسقط له صديق أو عندما تشاع جنازة أو عندما يرى اعتداء ليلي أو نهاري تقتحم القوات الإسرائيلية، عندما يرى تواطؤ السلطة الفلسطينية بالكامل، عندما بدأ يشعر أن السلطة الفلسطينية خالته بدل أن تقوم بحمايته أصبحت جهة منفذة للاحتلال الإسرائيلي. كل هذه تخمر في داخل نفسية الشاب الفلسطيني شخصية المقاوم. لا تصدق الأنباء بأن حماس أو الجهاد أو إيران بأموالها تقف وراء تشكيلة هذه المجموعات. هذه المجموعات هناك الآن جيل كامل أسميه الصندوق الأسود، لا أحد درسه ولا أحد يفهم نفسيته، الجيل الشاب بالعشرينات. هذا سيد سامر، لكن أعتذر عن مقاطعة، لكن مسألة الغيرة يعني هي موجودة ولو إلى حد ما، وأحب أن أعرف أكثر على هذه الكتائب. يعني اليوم يوجد عين الأسود، وقبل ذلك كان هناك الفهد الأسود، ولماذا توجد مخيمات كانت قد دفعت أجيالها الشابة الثمن الأكبر مقارنة مع مناطق أخرى فيما يتعلق بسقوط شبان ومسلحين أمام إسرائيل؟ أولاً للمعلومة، المخيمات حالياً تبتعد عن موضوع المقاومة. يعني أنا قرأت إحصائيات أنه من ضمن 250 منفذ عملية، آخر 250 عملية تم تنفيذها، فقط 10 جاءوا من المخيمات. للمعلومة حوالي 170 منهم جاءوا من الخليل ومن القدس، من أماكن احتكاك الديني اليومي. المخيمات الآن تبتعد عن عملية المقاومة بسبب شعور المخيمات أنها دائما هي تدفع الثمن، والمدن تنمو وتتطور، والمخيمات ما زالت تقدم الخدمات المقاومة المجانية لطبقة في المجتمع الفلسطيني. أريد أن أؤكد أن ما يحدث الآن، طبقة الشباب، هذا الجيل الشاب الذي بدأ يحضر نفسه، ما نراه في جنين وفي نابلس هو موجود في كل مكان، قد لا يكون قد ظهر على الشارع. نحن على أبواب انتفاضة جديدة لم يشهدها أحد، انتفاضة قد تكون انتفاضة 2002 موجهة من قبل القيادة الفلسطينية، هناك من اعتبر قوات الأمن أن تشتبك مع الإسرائيليين بال2002، لكن ما يحدث الآن هو شبيه بالانتفاضة الأولى. الشبان بنفسهم، هناك جسم كبير من المقاومة يحملون السلاح، لا يوجد رأس لهم، لا تفرق معهم إن كان انتمائهم جهاد أو حماس أو فتح، ملتقيين على ضرورة التغيير. نعم. طب اسمح لي أن أعود لسيد أورن هنا قليلا، أحب أن أسمع رأيه في هذه الجزئية. نعم سيد أورن، دعني أسأل سيد أورن لو سمحت. سيد أورن، أنت بما أنك كنت هناك وخالطت الناس وكنت في وحدة المستعربين، حسب اعتقادك ما هي الأسطورة أو الانطباع الذي استند إليه الشبان اليوم من أجل بناء هذه الخلايا وهذه التنظيمات، وما الذي بالضبط يسعون وراءه؟ أنا أنطلق من منطلق أن غالبية السكان في نابلس أو في جنين أو في الخليل أو في رام الله أو في كل مكان، أعتقد أن غالبيتهم يريدون الهدوء ويريدون العيش الكريم ويريدون السلام. أنا أؤمن بذلك، كنت هناك، رأيت ولم أرى أن كل من التقيته هو إرهابي، على العكس كانت لدينا مهام أن نصل إلى المخربين وأن نلقي عليهم القبض قبل أن ينفذوا عمليات ضد أبرياء، ضد إسرائيليين، ضد مصلين في قبر يوسف وضد الجنود الإسرائيلية. هذا كان هدفنا كمستعربين، تلك القلة
من الشباب التي تختار في تختار طريق الجهاد. حتى الضيف الذي تحدث قال أن السابقون حاربوا سواء كانوا الفهود السود في الانتفاضة الأولى حاربوا ضد الاحتلال وقتلوا، وفي نهاية المطاف لم يروا أي ثمار، على العكس رأوا أن شعبهم يتراجع إلى الوراء، وهذا الذي سيحصل. حتى الدخول إلى انتفاضة جديدة أو عملية هنا أو هناك هذا لن يغير أي شيء. الناس ستقتل، الإرهابيون حيثما رفعوا السلاح ضد الجنود الإسرائيليين والفلسطينيين في نهاية المطاف سيفهموا أنهم لم ينجزوا أي شيء من اختيار طريق الإرهاب والجهاد المتطرف. الذي يجب القيام به هو الجلوس إلى طاولة المفاوضات للوصول إلى تفاهمات. السلطة الفلسطينية سواء الشرطة أو المخابرات الفلسطينية هم يريدون القيام بعملهم بتعاون مع نظرائهم الإسرائيليين والأجهزة الإسرائيلية. هذا يعني أنهم عملاء لنا ويتخابرون معنا ضد شعبهم. هذا غير صحيح. أعطيك نموذج. تحدثنا عن المخرب نابلسي وأن والده ضابط في أجهزة في جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني. أنا لا أفهم ازدواجية، كيف يمكن للشاب أن ينمو يكون إرهابيا والوالد عنصر في جهاز أمني؟ أين الأهل؟ أين الأب؟ أين الأم؟ كيف لم يحموا ابنهم من أن لا يذهب إلى طريق الإرهاب؟ لماذا أعطوه الشرعية باختيار طريق الإرهاب؟ ما الذي اعتقدوه؟ أنه إذا ما رفع السلاح ضد الجيش الإسرائيلي فسيقابل بالحلوى والورود؟ ذلك الشاب الذي قام بتصوير نفسه في التيك توك وقتل في اشتباك مع الجيش. كفى لرفع السلاح، مدوا يدكم للسلام، فنابلس ستزدهر وبيت لحم ستزدهر وكذلك رام الله، وسيصل السياح من كل مكان في العالم وسنستطيع العيش. طب بدقيقة أريد بدقيقة أريد رد من السيد سامر. سمعت ما تفضل به سيد أورين، يعني كيف ترعرع الشاب بهذه الطريقة بجملة لو سمحت؟ منظومة دايتون الأمنية التي بناها بدأت تنهار. المنظومة الأمنية الفلسطينية التي تعتمد على التنسيق مع الإسرائيليين بدأت تنهار، ونحن نراها. طلال دوكات كشخص الذي كان طالب يقاوم الحصار الإسرائيلي لجامعة بير زيت أصبح طلال دوكات اللواء الذي يحاصر جامعة بير زيت، والذي قواته تطلق النار وأسقطت المواطن الذي يعيش. هذه كلها ضغوط على ضباط الأمن، على جهاز الأمن، وليس على هم أصبحوا محصورين. إذن برأيك المنظومة الأمنية الخاصة بالأجهزة الأمنية تنهار برأيك؟ للأسف انتهى الوقت. أشكركم. أقول أنها تنهار، وأنا أقول أنه قريبا سيكون هناك على نمط ميدان التحرير في القاهرة، ميدان الشهداء في نابلس. سنرى. أشكرك سيد سامر سنجلاوي الناشط في حركات فتح ورئيس صندوق أعمال القدس. للأسف انتهى الوقت. أشكرك، وأيضا شكر موصول لسيد أورين بيتون المحلل الأمني والضابط السابق في وحدة المستعربين بحرس الحدود الإسرائيلي. شكرا جزيلا لكما.